بعد أن حددت القوات الأمنية أماكن تواجد مسلحي داعش في غرب كربلاء، نفذت في الثالثة فجرا عملية نوعية وسريعة لمفاجأة التنظيم في مناطقه. انطلق فريق NRT عربية برفقة القوات الأمنية والحشد الشعبي قرابة 500 كيلومتر حتى استمرت العملية الأمنية مساء اليوم التالي. تأمين كربلاء، صحراء كربلاء، عندك علم بخصوص التنظيم انتهى وانحصر منك قواتنا اللي بالموصل وبالرمادي، فقام يحاول بأي طريقة يحصلنا منفذ حتى يسوي له عملية، أي عملية نوعية حتى بس حتى يصير له دعم. مسيطرين على المناطق اللي هي راح نستطلعها هسه حاليا وراح تشوفونها. الهدف عبارة عن مجموعة قيادية للتنظيم وممر لصنع السيارات المفخخة والعبوات الناسبة. لم تخلو هذه الرفقة مع القطاعات الأمنية من التعرض المباشر لنيران التنظيم. لقناة NRT عربية، حيدر هادي، كربلاء.